استنادا إلى تكليف قرار مجلس حقوق الإنسان المؤرخ في 22 يونيو الماضي 2020، والرامي إلى توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ عام 2016. أعلنت ميشيل باشلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن تعيين السيد محمد أوجار وزير العدل السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ضمن أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق لليبيا. وإضافة إلى محمد أوجار، اختارت المفوضة السامية كأعضاء للبعثة وفق بيان لها اليوم الأربعاء في جنيف كل من الجامايكية تريسي روبنسون وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة. وأشارت باشلي في بيانها أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مضيفة أن هيئة الخبراء تلك ستعمل كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة، كما يمكن أن تكون أيضاً بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد.